بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية ومن على هذا الموقع. طبعا هناك مواقع أخرى نشرت نفس هذا الخبر مثلا على موقع فيتيراسيونس سور دوتر سيت بور لانستون لو برونو لو سيت دو ياهو لي سوري دو لابوراتوار سو مالوري اي سو لا ادو غراف كونسيكونس سور لي ريزولتا سيونتيفيك. لي سوري طبعا نتكلم على السوري يعني الفأرة. لي سوري اذا نتكلم على الفئران دو لابوراتوار اذا نتكلم عن فئران التجارب هنا عندنا فئران المختبر لابوراتوار مقصود به المختبر. اذا لي سوري دو لابوراتوار اذا نتكلم بمعنى اخر عن فئران التجارب سون مال نوري. طبعا هنا عندنا سون نوري سون نوري يعني انهم اطعموا سون مال نوري انهم يطعمون بشكل سيء. اذا طبعا نتكلم عن لو فيرب نوريغ لو فيرب نوريغ يعني أطعم. ومنها مثلا كلمة لا نوريتور يعني الطعام سون مال نوري. إذا نتكلم عن فئران التجارب أنهم يطعمون بشكل سيء إي سولا أدو غراف كونسيكونس وهذا له إي سولا وهذا أدو غراف كونسيكونس له نتائج خطيرة سور لي ريزولتا سيونتيفيك على النتائج العلمية. إذا نحن طبعا نريد أن نجرب لقاحا مثلا على هذا الفأر. هذا الفأر أصلا لا يأخذ طعاما صحيا أو أن طعامه غير مدروس، وبالتالي فإن النتائج المحصل عليها ستكون متأثرة بهذا المشكل. عندنا هنا On estime que 110 millions de souris de laboratoire sont sacrifiés chaque année pour la science aux États-Unis. On estime أننا نقدر طبعا لو فيرب استيمي المقصود به قدر. اون استيم اننا نقدر كو 110 مليون دو سوري دو لابوراتوار بان هناك 110 مليون من فئران التجارب سون ساكريفيي يعني انه يتم التضحيه بها. اذا نتكلم هنا على لو فيرب ساكريفيي اذا هذا فعل ضحى سون ساكريفيي كما نقول انهم هم مضحى بهم. طبعا تنشوفوا بان لو فيرب ساكريفيي مصرف مع إتخ مصرف مع لوكسيليغ إتخ. إذن هاد الفئران أنه تم التضحية بهم تتم التضحية بهم شاك أني كل عام كل عام بوغ لا سيونس أو زيتازوني من أجل العلم في الولايات المتحدة الأمريكية. مي سي بوغ أنيمو ولكن هذه الحيوانات الفقيرة دو لابوغاتواغ الخاصة بالمختبر نو سو كونتونت با أنها لا تكتفي دو سوبيغ أن تتحمل. طبعا لو فيغ سوبيغ أنك تتلقى شيئا تتلقى ضربة تتلقى نتيجة معينة ماسي بوغ زانيمو ولكن هذه الحيوانات الفقيرة دو لابوغاتوار الخاصة بالمختبر نو سو كونتونت با دو سوبيغ دي زيكسبيريونس بارفوا دولوغوز أنها لا تكتفي بأن تتلقى دي زيكسبيريونس أن تتلقى تجارب بارفوا دولوغوز أحيانا موجعة. نتكلم مثلا عن لا دولور نتكلم مثلا احيانا عن لا دولور يعني الوجع. نقول عن شيء بانه دولور او بيا دولوروز كما عندنا هنا في المؤنث المقصود بانه موجع او موجعه اكريال وقاسيه. اذا هاد حيوانات التجارب كما عندنا هنا الفقيره نو سو كونتونت با دو سيبيغ دي زيكسبيريونس بارفوا دولوروز اكريال لا تكتفي بتحمل هذه الاوجاع فقط وكأن هناك أوجاع أخرى تنتظرها بأن تتحمل تجارب أحيانا موجعة وقاسية. Ils sont aussi nourris n'importe comment. عندنا هنا Ils sont يعني هم نوري أنها تطعم. إذن Ils sont aussi Ils sont aussi nourris إذن هي أيضا تطعم n'importe comment بأي طريقة. طبعا نتكلم عن comment يعني الكيفية نقول كومون يعني كيف. إذا نامبورت كومون إذا بأي كيفية يعني أنها تطعم بأي كيفية. في غوماركي لو سيت دو سيونس كما أشار إلى ذلك موقع سيونس إي سوني با أنيكدوتيك إي سوني با أنيكدوتيك أنيكدوت المقصود بها قصة صغيرة أو طرفة. طبعا هنا عندنا إي سوني با أنيكدوتيك إذا هذا ليس قصصيا إذا المقصود بها بأن هذا ليست قصة أو طرفة. ليس الأمر قصصيا أو ليس الأمر طرفة كار لي فارياسيون
dans l'alimentation peuvent fausser notoirement les résultats des expériences scientifiques. Et dans cet amr, ليست مسألة قصصية بل هذا الأمر له مفعول وله تأثير car les variations لأن التغييرات dans l'alimentation في عملية الطعام peuvent fausser يمكن أن تفسد notoirement نصف شيئا نقول عنه notoir المقصود بأنه معروف عند الجميع كأنه بديهي notoirement كما نقول بشكل بديهي car les variations dans l'alimentation لأن التغييرات في عملية الإطعام peuvent fausser يمكن أن تفسد notoirement يعني بشكل معلوم أو بشكل بديهي les résultats des expériences scientifiques يمكن أن تفسد نتائج التجارب العلمية ساندين ميكائيل بيليزان الغضب سانديني كما نقول غاضبة ساندين ميكائيل بيليزان اغتاظ كما نقول ميكائيل بيليزان un nutritionniste chez un fabricant d'aliments pour animaux un nutritionniste نتكلم عن أخصائي تغذية إذا نتكلم عن la nutrition تغذية la nutrition المقصود بها التغذية إذا هنا un nutritionniste إذا نتكلم عن أخصائي تغذية chez un fabricant d'aliments عند مصنع أغذية pour animaux للحيوانات qui a publié الذي نشر une étude sur le sujet en 2020 إذا الذي نشر دراسة حول الموضوع في 2020 par exemple كمثال les régimes à base de céréales إذا نتكلم عن الأنظمة ذات قاعدة حبوب المقصود المرتكزة على حبوب par exemple كمثال les régimes المقصود هنا les régimes alimentaires إذا نتكلم عن أنظمة تغذية à base de céréales ذات قاعدة حبوب المقصود الذي ترتكز على الحبوب لي ريجيم ا باز دو سيريال بور ان جور كونتين سوفون دي كونتيتي نون سبيسيفي دو كومبوزي هرمونو ابلي فيتو استروجين تسمى فيتو استروجين نتكلم عن نوع من الهرمونات هنا طبعا اذا كما عندنا هنا نتكلم عن نظام أغذية الذي يرتكز على الحبوب بور ان جور الخاص بالقوارض مثل الفئران الى غير ذلك كونتين الطعام يحتوي souvent des quantités non spécifiées انه يحتوي في الغالب des quantités على كميات non spécifiées كما نقول غير محدده non spécifiées كما نقول غير محدده des composés hormonaux من مركبات هرمونيه اذا هذه الحبوب ان تحتوي فيها مركبات هرمونيه appelée التي تسمى فيتوستروجين اذا ceci المقصود هذا النوع من الأكل يمكن لهذا الأكل أفكتي أفكتي المقصود أن يؤثر المقصود أنه يؤدي بمعنى آخر لاباريسيون يؤدي إلى ظهور دو لا بيبرتي شي لي رونجور طبعا لا بيبرتي المقصود بها المرور من الطفولة إلى المراهقة المرور من سن الطفولة إلى سن المراهقة كما نقول هنا بأن هذا النوع من الأكل يؤدي بهذه القوارض إلى البلوغ السريع إذن كما عندنا هنا سوسي هذا الأمر كما نقول هؤلاء سوسي أمر الذي تحدثنا عنه بيف أفكتي هذا الأمر يمكن أن يؤثر أو يؤدي لاباريسيون دو لا بيبرتي إلى ظهور كما نقول البلوغ شي لونجور عند القوارض إي لو ريسك دو ديفلوبي أن كونسير ويمكن أن يجعلهم في خطورة دو ديفلوبي أن يطوروا أن كونسير سرطانا سكي بو الذي يمكن ديناتوري لزامباكت دان ميديكامون سكي بو ديناتوري مما يؤدي إلى التشوه طبعا ديناتوري كما نقول عكس لا ناتور عكس الطبيعة كما نقول هنا أنك تشوه طبيعة شيء ديناتوري كما نقول أنك تشوه طبيعة شيء تشوه طبيعة شيء ديناتوري ce qui peut dénaturer les impacts أنه يشوه بمعنى آخر les impacts التأثيرات يشوه تأثيرات ماذا ce qui peut dénaturer les impacts d'un médicament مما يؤدي إلى تشوه تأثيرات دواء مثلا عندنا تجربة دواء على فئران هذه الفئران تعتمد في تغذيتها
على حبوب معينة، كون هذه القوارض أنها تتعرض إلى بلوغ سريع وتتعرض إلى تطوير سرطان عندما نقوم بإعطائها دواء معين نريد تجربته، أكيد أن النتائج ستتأثر بهذا الأمر. هذا الأمر أيضا سيؤثر على مدى جين توكسين على مادة سامة، جين توكسين. ممكن نريد أن نجرب مادة سامة على هذه الفئران بحكم أن الفئران يعطى نوع من الأكل الذي هو نفسه يؤثر عليهم. إذن عندما نقوم بإعطائهم بمادة سامة، إذن التجربة لن تكون خالصة بمعنى آخر. إذن نتخيمو المقصود به مادة مغذية. كما رأينا قبلا عن نيتريسيونيست، أخصائي في علم التغذية. إذن هنا نتحدث عن النيتريمو. إذن نتكلم عن مادة مغذية أليتود. إذن كل هذه الأمور أليتود، عند الدراسة، عند الدراسة أو قيد الدراسة. كما قلنا هذا النوع من الأغذية يؤثر على مادة سامة، يؤثر على مادة مغذية قيد الدراسة أليتود، قيد الدراسة. أغونستيل أسبقه وكما نقول أنه قال سابقا. هذه ملاحظات من بعض المجلات العلمية، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.